الآن نروح للنقطة الثانية النقطة الثانية أه... قبل يومين لأنه الخبر وصلني البارح لكن ما كانش عندي تفاصيل ما حبيش نتكلم عليه لكن اليوم وصلتني التفاصيل نتكلم عليه كاين دائما صراع في ميناء الجزائر العاصمة البور بور دالجي كاين دائما مشكل ما بين الجمارك والشرطة وقلت لكم المشكل وين المشكل انه كل جماعه يحبوا يسيطروا على الميناء لانه فيه غنائم البابور كيكون جاي يحبوا كاع يستقبلوا كي البوليسيه كي الديوانيه يحبوا يستقبلوا الجزائريين واحد ينحي تليفون واحد ينحي خاتم واحد ينحي له شويه دراهم واحد ينحي لبسه واحد ينحي كذا و... المهم الرشوه دايره كراها اذا لو البارح ضابط في الجمارك تدوس مع ضابط الشرطه لانه قانونيا قانونيا منطقه الميناء تخضع للجمارك قانونيا يعني منطقه جمركيه تحت مسؤوليه الجمارك الشرطه ما عندهاش الحق الشرطه عندهم الحق خارج البور من الباب تاع البور لبرا عندهم الحق اما الداخل الجمارك كي نقول واش معناتها الجمارك معناتها ضباط الامن اللي الداخل تحت مسؤوليه الجمارك يعني الاوفيسي تاع الجمارك هو المسؤول ثم الشرطي ما يقدرش الشرطي يخدم خدمه اللي هي خدمه الجمركي وما يقدرش يتدخل في صلاحيات الجمركي قانونيا قانون واضح اذا هما دائما في مشاكل الجمركي يقول للبوليسي يقول ما تدخلش روحك والاخر يقول ما تدخلش روحك ما تدخلش روحك ما كما تقول الشاعره ورده شارلوموتي قال لك هبط له دروسه هبط له دروسه مع رمضان ودايخ وكذا كذا تحوس تنحي لي خبز كذا 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 ويعطي ناض قال دبزه ما بين ضابط تاع بوليسيه وضابط تاع جمارك حرب ناض طايح اكثر من نايض والنايض وجع راس اذا نقول لهم بهدلتوا بينا الله يبهدلكم راه توصلنا اخباركم من منتنا يا طحا يا مرخص يا جماعه الديوانيه ويا جماعه البوليسيه في البور ومانيش حاب نذكر اسم الضابط اللي ضرب الاخر خاطرش عندي أسماءهم مش حاب نذكرهم اذا على بالي بلي راه فاتوا لجنه التاديب حلوا مشاكلكم يا ابن الشيخ تاع البوليسيه شوف مشاكل تاع البوليسيه تاعك ويا خالدي تاع الجمارك اللي مازال ما نحاوكش راك بزاف شوفوا مشاكل تاع الديوانيه تاعكم ها راكم درتو تبهدايا ناس راكم بهدلتو بينا اذا البونيه راهي تخبط في البور تاع الجزائر بالنسبه للجمارك نفس الشيء في في مطار هواري بومدين قسم الشحن لانه في المطار كاين زوج كما في البور كما كاين نقل المسافرين وكاين الشحن اذا المارشونديز هذاك الشحن قلت لكم صرات رشوه تم ضبط مفتش رئيسي اللي هو للاسف الشديد للاسف الشديد اقول للاسف الشديد ظهر انه مقيم ويسكن في البيرين مسقط راسي في ولايه جلفه ولا اللي المعلومه على بالي عطاها لي لانه يقول لك ابن نشوفه اذا كان تهضر على ولد مثل انا قلت قسم بالله ويكون خويا ما نراكم تغلط تخلص ولد بلادي بن عمي خويا وليد خويا وتجيب لي دليل باللي فاسد نفضه ما نتسطرش على المجرمين لن اتسطر على اي مجرم مهما كانت علاقتي به مهما كانت القرابه اللي بيني وبينه مهما كانت الصدقه اللي بيني وبينه اذا هذا يا سي سفيان فوفيل مفتش رئيسي شدوه متلبس ب 50 مليون كي نقول 50 مليون هو دا 50 مليون بصح كاين الاخرين اللي داو ثاني 50 60 70 المعلومات اللي وصلتني انه هذا يا سفيان فضيل ودي عاقل وما عندوش زوالي لانه بعدنا بعد انا سقسيت قال لي ودي هذا عاقل ما نظنش يديرها سيد ما عندوش دار في الجزائر ساكن عند نسابو وما عندوش حتى طنوبيل خاصه به قال لي سيد زوالي فقير إيه قلت لهم هذا هو المشكل لانه لو كان جاء امبراطور وسراخ كبير ما يديش 50 مليون يدي خمس ملاير 50 مليار يعني كان صام 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 وفطر على جرادة صام وفطر على جرادة ولا جرانة يا جرانة يا جرادة يعني ما ولا تاع فساد لا تاع رشوة لا والو بعد كي طاح ربي بلاه, بلاه بلاه بخمسين مليون ها عيب عينك تسرق اسرق خمسين 50 مليار خمسمية مليار هاو الناس تسرق بالملاير تدي خمسين مليون ها خمسين مليون تطيح بدلت بينا إذا الآخرين يقولوا دي زوالي وتفاجؤوا الناس هبلت كلك فضيل هذا يديرها ياسين واسمو سفيان انا ما نعرفوش قالوا سفيان فضيل هذا يا ناس ملاح ونسابو ناس انا نسابو نعرفو نسابو في البيرين نعرفو يعني نسيبو يعني عن نعرفو من, ال... من نقولو احنا موعدات من نفس القبيله من نفس العرش نعرفو لا داعي لذكر اسمو نعرفو كي قالوا لي اسمو نعرفو يعني نعرف العائله تاعو نعرفها لكن هذا سفيان ما نعرفوش هذا سفيان لما تم إلقاء القبض عليه وراه موجود عند جماعة ولاد خيراء جبد سلسلة شكون اللي جبد؟ جبد المفتش الرئيسي الكبير البرنسيبال ثاني سعد الدي... سعد السعود نور الدين وجبد معاه مفتش الفحص وجبد معاه رئيس مفتشية الأقسام في المطار اللي هو المراقب اللي هو أكبر رتبة هذا في الآخر هو ال... هو المعلم تاعهم اللي هو محمد او محي الدين طارق محي الدين طارق هذا المراقب محي الدين طارق تم توقيفه الى حين الفصل في القضيه اذا محي الدين طارق وسعد السعود نور الدين سفيان فضيل و وخرين عناصر كاين رئيس الفرق وكاين مفتش زوج ديزانسبيكتور ديزانسبيكتور معاه شدوهم ثاني راهم قالوا موقفينهم كاين هذا يسموه الاي بي بي الاي بي بي وكاين الاي بي اس الاي بي اس هذا هو معناتها اسماء في الجمارك كما نقولوا يعني انسبكتور أه برينسيبال سودوان وانسبيكتور برينسيبال مش عارف انا البي هذه مش عارف يسموها في الجمارك واش يرمزوا لها المهم يعني مجموعه كاين ثمانيه ثمانية مسؤولين في الجمارك مطار هواري بومدين الشحن كلهم تم تجميد كما تم توقيفهم لحين الفصل في القضية كاين زوج إيداع للسجن الأول اللي هو المفتش الرئيسي سفيان فضيل والثاني اللي هو مفتش معاه أقل من اللي ثاني يلقاوه داخل القضية إذا زوج إيداع السجن احتياطي وستة توقيف لحين الفصل في القضية والموضوع ممكن راح يزيد يكبر إذا نقول عيب عليكم عيب عليكم وقفوا هذا الفساد لانه موش فقط يعني توقيفكم من العمل فضيحه أن الناس كل تسمع بكم الان الناس كل سمعت بكم باللي دخلتو في فضيحه وسرقه تاع 50 مليون شيعتها اكثر منها تبهدلتها اكثر منها تبهدلتها اكثر منها حداد على الاقل قال في الحبس وعلاه و ومئات مليار حداد راه في الحبس وعلاه راه في الحبس دي ألف ومئات مليار ألف مليار كي يدخل الحبس يضرب الطابله له ليه يقول أنت وش سرقت ألف مليار وبعد يلحق ليه يقول أنت وش سرقت خمسين مليون رشوة هاينا دن 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 دن